السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعي قناة الفجر سبور. إليكم ملخص المقابلة جماعة بين فريقي جوهرة نجم العريش وفريق نهضة المضيق برسم الجولة 14 من بطولة القسم الوطني الثاني شطر الشمال لكرة القدم النسوية، والتي آلت نتيجتها للفريق العريشي بثلاث أهداف مقابل هدف واحد. وقد أدار هذه المقابلة طاقم تحكيم من عصبة الشمال. الفريقين قدموا مقابلة كبيرة، لكن الفريق العريشي كان أكثر إصرار على الفوز. اللاعبة العايدة من الإصابة هجر تضيع أول فرصة للتسجيل بعد تدخل دفاع فريق نهضة المضيق. فريق نهضة المضيق قام ببعض المحاولات للتسجيل، لكن دفاع الفريق العريشي بقيادة العميدة فاطمة الملكي وإصرار لاعبات الفريق العريشي على الفوز حال دون ذلك. فتيات الفريق العريشي قدم مقابلة بجرينتا وروح قتالية عالية وخلقوا جميع المنافذ على الخصم في هذه المقابلة. من هنا سيأتي الهدف، تبريرة من المدافعة الرائعة حنان وارتقاء اللاعبة هجار لتحول الكرة بالرأس للهدافة زهرة هريمش التي تركن الكرة بالرأس في شباك نهضة المضيق. وفرحة اللاعبات والطاقم التقني لجوهرة نجم العريش بهدف السبق في هذه المقابلة. وينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق العريشي فريق جوهرة نجم العريش بهدف لصف من تسجيل اللاعبة زهرة هريمش. عندما كانت الكاميرا مصوبة نحو الرياضيين الكبار بمدينة العريش، وبغفلة منا فريق نهضة المضيق يسجل هدف التعادل بطريقة رائعة بعد قطفة من خارج مربع العمليات. هنا اللاعبة نجوى تخرج الكرة من وسط خمسة لاعبات تمرر الكرة في اتجاه اللاعبة نور التي تألقت بشكل كبير خلال هذه المقابلة. اللاعبة نور تمرر الكرة في اتجاه اللاعبة نجوى لها رأسية بديعة يسجل بذلك الهدف الثاني لفريق جوهرة نجم العريش. وفرحة كبيرة للاعبة جوهرة نجم العريش بهذا الهدف الثاني. الظهير الأيسر المتألقة في البطولة الوطنية النسوية اللاعبة نور، وبعد التمريرة التي جاء منها الهدف الثاني مرة أخرى تمرر الكرة في اتجاه مربع العمليات لتجد بذلك هدافة الفريق زهرة التي تخطف الكرة من المدافعة والحارسة لتسجل بذلك الهدف الثالث وهدف الخلاص. بعد تسجيل الهدف الثالث لفريق العريشي، نرفز لحارسة نهضة المضيق كادت على إثرها تغادر الملعب لولا تدخل لاعبة الفريق لتذكرنا بحارس الجيش الملكي خالد العسكري في اللقطة الشهيرة أمام النادي القنيطري. الجانب الأيسر كان نقطة قوة للفريق العريشي بفضل تألق اللاعبة نجوى ونور والتفاهم الكبير الحاصل بينهم في هذا اللقاء. اللاعبة نجوى أزعجت كثيرا دفاعات الفريق الزائر، ولم يكن من حل لاعبة نهضة المضيق سوى بعض التدخلات التي كانت قوية في بعض الأحيان. ليعلن الحكم عن نهاية المقابلة بفوز فريق جوهرة نجم العريش على فريق نهضة المضيق بثلاث أهداف لواحد، ليحلق الفريق العريشي وحيدا في المقدمة بعد تعادل فريق شباب محمدية بميدانه أمام فتيات السعيدية، ليخطو الفريق العريشي بثبات نحو الصعود للقسم الوطني الأول.